السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو سؤالين وزاريات مهمات فيزياء ثالث متوسط من الفصل السابع المحولة من المسائل، يعني من مسائل أسئلة الفصل، مهمات جدا واحتمال واحد من عدهن يجي، فشرحته بالتفصيل. يعني بس راح أخليكم تقريبا كم شهر هاي شرحته، راح أخلي لكم الرابط بالوصف بأول تعليق المثبت وبقناتي على التليجرام. فمثل ما قلت لهم الفيزياء، قلت لكم الفيزياء كلها شرحتها، كلها شرحتها، لكن ما نقدر نشرح مرة ثانية، فبس أخلي لكم الروابط بالوصف بأول تعليق. فهذا الضغطون هيجي يطلع لكم، هاي باعوا هذا، هاي صفحة 146 سؤالين. يلا عيني، هسه قلت لك راح اخلي لك الرابط بالوصف وباول تعليق المثبت، ادخل على هذا الفيديو تستفاد من عنده ان شاء الله. هسه اقروهن اليوم وان شاء الله التوفيق.